ثم نائلة عبد الله، ثم محمد وصال عبد الله، ثم السيدة رجاء الشرقاوي والسيدة سمية الشرقاوي. شكرا جزيلا على هداياكم، شكرا جزيلا لأنكم ساهمتم في إحياء هذه الأمسية القرآنية، شكرا جزيلا كذلك لحضور بعض الفعاليات وبعض الشخصيات المتميزة، من بينهم الأستاذ السي صدقي وهو ناشط جمعوي أستاذنا جميعا، ثم السي سخلي وهو مدير مركز إسلامي، ثم الأستاذ الجيد والفنان الكبير الحافظ والذاكر الذائق سي محمد الحاج محمد الزكي، وشيخ جماعة دليل الخيرات بالرباط ومقدمهم الأستاذ وليدريس الإدريسي، وتلة ومقدم والقيم بأعمال الخميس سي المشرقي. واسمحوا لي على ذكر السي المشرقي، له أفضال كثيرة على المتصوفين والصوفية في مدينة سنة. الولد ديالو كان بدنا يكون حاضر معنا الولد ديالو، ولكنه له مشاغل كثيرة، رفض أن نذكر اسمه في مساعدة بالنسبة للمساعدة ديالو. أشكركم جزيلا ونتابع بطبيعة الحال هذه الأمسية. القارئ السيد يونس اليوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ومن صلح.
قالوا ربنا
سجما ودعك ربك وما قلى. وكذلك الآباء
والمربون والعلماء، كذلك المحسنون الذين ينفقون أموال الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة
Thank you.
يمحو